مستمرين لسه في حوارنا مع كابتننا الكابتن طلعت يوسف في السوبر، ومن الهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور طلعت اندرسكور يوسف. هنستعرض مع حضراتكم تعليقاتكم واسئلتكم للكابتن طلعت يوسف. تعالوا نشوف حضراتكم بعتوا وطلبتوا ايه. جانجا او جينجا بيقول طموحك ايه يا كابتن مع بتروجيتو؟ مين احسن لعيب في مصر والدوري لمين السنه دي؟ مين احسن لعيب لمصر حضرتك قلت عليه كلمت في النقطه دي؟ طموحك ايه يا كابتن مع بتروجيتو والدوري لمين السنه دي؟ طموحي مع بتروجيت ما تغيرش، يعني من لحظة دخولي أنا كان طموحي بينحصر في أنه التيم يبقى له شخصية، يبقى له شكل، يبقى له أسلوب، وأنه من خلال ده نقدر نوصل لمركز منطقي ومعقول. تمام. فأعتقد أنه الكلام ده اتحقق بنسبة منطقية حتى هذه اللحظة، وإن كان لسه 10 ماتشات فممكن يغيروا أمور كتيرة. الدوري لمين؟ نظريا طالما ان الفارق ما بين الاهلي والاخرين يعني الزمالك وسموحه اقل من 30 بونت وفاضل 10 ماتشات 30 بونت، فالدوري صعب ان انت تقول. وان كان من وجهه نظري الخاصه الاقرب الاهلي، اكيد الاهلي الاقرب الاقرب، لكن ما تقدرش تقول ان ده يعني شيء محسوم. يعني تقييم حضرتك ايه لمستوى التحكيم في الدوري؟ التحكيم انا مشفق عليه شويه، هو بيمر بفط يعني مستباح مستباح، عارف كلمه مستباح؟ انه كل من له ومن ليس له جاي عليه جاي عليه. وانا شايف انه ان الكلام ده يعني هيضر الانديه مش هيفيدها. يعني انت لا يمكن، انت مش هتقدر تستغنى عن التحكيم وانت في حاجه لان انت تؤازره. التحكيم له سلبيات، يعني له اخطاء، يعني انا شخصيا عانيت من اخطاء كتيره يعني بدون الدخول في تفاصيل، لكن انت في حاجه لان انت تؤازره وتسنده. يعني انا شايف ان هو يعني كونكلوجن عام، انطباع عام عن شكل أدائه، أنا شايف إن هو نقدر نقول إن هو جيد. جيد، طيب دي نسبة كويسة. طبعًا. دي نسبة كويسة. تعالوا نرجع تاني لتويتر. محمود أو محمد السيد بيقول لي يا كابتن جبت باك شمال ومحمد حمودة مش بيشارك مع الكابتن أسامة محمد. يعني مركز قوي، ده حد مركز قوي مع الفرقة. حد مركز مع محمد حمودة. أو صاحب محمد حمودة غالبا. أنت شكلك صاحب محمد حمودة. لا لا، محمد يعني حمودة لعيب كويس، لكن هناك تقييم فني في النهاية بيحسم الموقف وبيحسم القرار. التقييم ده ما حدش يقدر يحسه أو يتلمسه غير المدرب اللي موجود في الملعب. يعني صحيح. اللي بعده، من وجهة نظرك مين يا كابتن أحسن لاعب ومين هياخد الدوري؟ ده احنا جاوبنا عليه، ده يا أحمد يا صبري. اللي بعده، لو اتعرض عليك تدريب الزمالك توافق؟ وعلى فكرة شخصيتك تفيد الزمالك جدا، عاش الزمالك، ده كم ده جمال الزملكاوي. الزمالك يعني غني بولاده المدربين اللي اسمائهم يعني كبيرة جدا جدا، وبالتالي ما اعتقدش انه نادي الزمالك لما يحب يدور عن مدرب مصري ممكن يدور خارج مدرسته. يعني هو هيفضل يبص جوه مدرسته زي الاهلي. زي الاهلي، الاهلي كده برضه. بس دي حاجه بتضايق. بتضايق مين؟ بتضايق المدربين بشكل عام اللي هم عندهم طموح واللي دايما يبقوا مبسوطين ان هم يمسكوا فرقه اللي من النوعيه دي، اللي احنا واحنا كنا بنتكلم سوا مع بعض، الفرقه اللي فيها تكامل او تصل الى حد التكامل الى حد ما. يعني هي ما فيهاش تكافؤ فرص تقدر تقول. بالظبط كده. يعني ما فيش تكافؤ فرص، لكن في النهايه هي مدرسه وفكر. صاحب القرار فيه هو مجلس إدارة النادي الزمالك ومجلس إدارة النادي الأهلي، وخلي بالك دي يعني في الأهلي الكلام ده موجود حسب أنا من أيام الكابتن صالح سليم وكابتن محمد حسن حلمي، دول اللي كانوا موجودين في عصر واحد، أنا عصرتهم شخصيا وأنا لاعب يعني، وهم كانوا رؤساء أندية. الكلام ده موجود من ساعتها. يعني يمكن الوحيد الله يرحمه اللي حصل كابتن جوهري، كابتن لما راح الزمالك، اهلي وزمالك. بس اسال حضرتك سؤال، ليه التدريب دايما في نادي الاتحاد السكندري من التجارب الصعبه جدا على اي مدير فني وتحديدا يمكن حضرتك كمان؟ بص، يعني التدريب في حاجه الى استقرار اداري ومادي ونفسي. يعني انت كمدرب انت في حاجه، لان يكون مش قرار مش كامل،
عمرك ما هتوجد الكمال يعني. ماشي. انما ان تكون هناك نسبه منطقيه ومعقوله تصل الى 70% مثلا من الاستقرار في نادي الاتحاد يعني الصراعات شويه كتيره. هناك مجموعه من مش عايز اقول جماهير انما مجموعه من المستفيدين اللي بينتموا للجماهير شويه حاطين ايديهم جوه مسيطرين بنسبه كبيره متواجدين ومسيطرين ومسيرين للامور بنسبه كبيره مش قليله. ضيف على ده القصور المادي اللي بيخلق كم يعني. انا اخر مره كنت فيها في نادي الاتحاد لما اعتذرت عن الاستمرار قعدت شهر كل يوم انزل التمرين. اللعيبه مش عايزه تتمرن. مش عايزه ما يقدرش يعني في وجودي يعني انا اسف انما يخش مش يخشى يعني يختشي انه يقول لي انا مش هتمرن. ما ينفعش يعني. ولكن نقف قبل التمرين من 30 ل 45 دقيقه نتكلم دايره وبنتكلم. اصل انا عايز ما اعرفش اصل انا ما جبتش ايه اصل المصاريف مش أنا اصل ولادي اصل القسط ايه اصل الشقه. اقعد كل يوم 45 دقيقه بعدين تتمرن مش تمرين. مفيش بقى التركيز رايح يا كابتن خالص. مفيش. فوصلت وبعدين الاسبوع الجاي فاقول الاسبوع الجاي فيجي الاسبوع الجاي يوم السبت مثلا فمفيش حد. طب تتكلم مفيش حد. طب يوم الاربعاء طب يوم الثلاث طب ما بقتش مدرب بقيت مصلح اجتماعي يعني. فاعتذرت عن الاستمرار. فالنادي الاتحاد مشكلته يعني قد تكون ماديه بالاضافه للجزء الثاني الخاص بتدخلات بعض الناس اللي ما لهمش علاقه بالاداره خالص. في فتره من الفترات كان اسم الكابتن طلعت يوسف مطروح وبقوه للقياده الفنيه لمنتخبنا الوطني عقب رحيل الكابتن حسن شحاته. ايه اللي حصل؟ مفيش يعني. انا حصل اتصال كان الكابتن سمير ربنا بقى يديله الصحه يعني كلمني وكنت وقتها في الشرطه وقال لي انه اسمك مطروح بقوه فانا يعني يمكن انا عارف كواليس الامور جوه الاتحاد ممكن تكون بتدور ازاي يعني فكان ردي واضح يعني انه لما يبقى في شيء رسمي لما يبقى في عرض رسمي يعني نبقى نتكلم الكابتن يعني انا سعيد بمكالمتك وانا عارف ان المكالمه دي يعني ان هنحط التليفون كانها لم تكن يعني. هل شعرت وقتها انه مجرد عارف كده كان في فتره من الفترات يتم طرح مسابقات في الاجهزه الحكوميه وتطرح المسابقات دي عشان خاطر ابن الباشا ولا ابن البي معمول حسابه ان هو جاي فبتتعمل كده شكل. هل شعرت ان المكالمه دي كده؟ الى حد كبير. وفي حاجه اساءتني جدا كمان انه بعد الفتره دي او بعد المرحله دي اتطرح اسم 6-7 مدربين وبقت برامج التوك شو كلها كل المدربين دولت يعملوا مداخلات ويدخلوا والكل يعني هو حقه والكل يقول بما معناه انه الاقرب وانه ولا حد خالص من دول. انا يعني انا طلب مني ان انا ادخل في مداخلات من هذه النوعيه يعني رفضت رفض تام ونسيت الموضوع يعني الموضوع كانه لم يكن كانه مش موجود من الاصل يعني موضوع منتهي. لكن بقيت قاعد متضايق من المداخلات اللي بتتم من المدربين لان هم في النهايه بالنسبه لي مش مجرد مدربين هم زملاء وزملاء مهنه وانا يهمني جدا انه يعني كرامتهم من كرامتي. يا كابتن طلعت حضرتك عارف وسيد العارفين اللي انا هقوله لحضرتك ده انه الامور تدار اعلاميا بشكل كبير جدا. ما يعني انا لا اجيد هذه عندك شك في عندك شك فيما اقول؟ لا ما عنديش شك. معدودين على الصوابع عدد البرامج التي لا تخترق او اللي ملهاش مصالح يعني صح. معدودين على الصوابع. انا معك. الباقي كله بينقي وبيختار ولو ده صاحبه ولو ده حبيبه ده نطرح اسمه وبيعضد وبيضغط وبيعمل تقارير بالظبط بنزل ناس في الشارع. لا مش كدا. مش في المنتخب انت مش منتخب بس مش منتخب بس طبعا في الانديه يعني وعلى مستوى الانديه يعني. وهي دائره مغلقه الحقيقه دائره في صالح الكره المصريه يعني. ما هو ده اللي انا لسه راح اسال حضرتك عليه. هل بترى في القريب العاجل تغير لحاله المصلحه اللي عايشه فيها الكره المصريه دي؟ تغير في حاله المصلحه يعني احنا
مش بنبص للكره المصريه خالص، يعني مش بنبص للدوري المصري، احنا بنبص لنطاق صغير كده، مصالح صغيره صغيره، بعدين مصالح كلها كبيره، دايره مصالح وشبكه علاقات ملهاش علاقه بكره القدم، زي اختيارات المديرين الفنيين في المنتخبات الوطنيه، زي اختيارات اللعيبه. يعني احيانا كتير جدا في لعيبه لا تقوى اصلا على اللعب في الدوري المصري، ولكن يتم الدفع فيها من خلال الاتفاقات، حضرتك عارف ان ده بيحصل في عدد من الانديه. امتى بقى ده يخلص يا كابتن؟ امتى ده ينتهي؟ لما الضمائر تصحى يعني. خلي بالك ده 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 موضوع انت لا ما يتعالجش بقرار، لانه انا موجود في البرنامج ده وسيم موجود في البرنامج الثاني، مش هتيجي تقول له اطلع بره عشان انت لا، انت موجود وهتظل موجود، ولو طلعت من هنا هتروح هناك. فالموضوع محتاج لانه الضمير يبقى صاحي. لو ده حصل، خلي بالك مش في كرة القدم بس، لو هنتكلم عن مصر كلها احنا عندنا ازمة ضمير يعني. لو الضمير صحي في كل المجالات، اتصور ان مصر هتبقى حاجة يعني ما حدش يتوقعها، احنا ما نتوقعهاش كمان. لكن احنا في حالة ازمة ضمير، ما فيش شك ان احنا في حالة، يعني ما حدش بيحاسب نفسه. انا ما بحاسبش نفسي وده ما بيحاسبش نفسه، فتلاقي كل واحد بيعمل اي حاجة ملهاش علاقة بالمفروض ان هو يتعمل، اي حاجه تفيده هو شخصيا من وجهه نظره، مع ان هي على المدى الطويل هتضره، لان في هيبقى في ضرر عام وهو جزء من هذا العام فهينضر. لكن هو بيبص لمصلحه خاصه دلوقتي تحت رجليه، تحت رجليه صحيح، فبياخد القرار اللي ما يضفش. طيب خليني اخد حضرتك بقى في جزئيه ليها علاقه بالانديه المصريه المختلفه ومشاركاتها الافريقيه. اليوم كان عندنا لقاء مهم جدا لنادي الزمالك، رفعوا راسنا الحقيقه وعملوا مباراه طيبه للغايه وتمكنوا من التعادل مع مولوديه بجايه بهدف لهدف. شفت المباراه زي ما وجهه نظر حضرتك، واكتر حاجه لفتت انتباهك ايه في اللقاء ده؟ شفت يعني اولا المباراه ممكن يعني تجزأ جزء خاص بالروح، الروح ما فيش شك ان هي كانت عاليه جدا على مدار ال 90 دقيقه، دي الحاجه الوحيده اللي فضلت ثابته، خلي بالك. الحاجه الوحيده اللي فضلت ثابته. التكتيك. طريقه اللعب يعني. هو لعب من غير راس حربه. واعتقد انه في الماتش الاولاني لعب بنفس الاسلوب تقريبا يعني. هو فكر يحترم اذا كان هناك هدف من هذا. وهو انه ما يجيش في جون، ان انا ابقى عندي ناس التلاتة اللي قدام دول محمد ابراهيم وايمن وكهربا يبقى عندهم من القدره لانهم ينزلوا نص ملعبي، الكلام اللي قلناه في الاول انهم ينزلوا نص ملعبي وانا مفتقد للكوره. ونجح. ولكن اسلوب الاداء يعني انا استشعرت ان هناك في مساحه زمنيه كبيره جدا جدا كانت هناك فرديه في الاداء من محمد ابراهيم، من ايمن، من حازم، من حمودي لما نزل في بعض الفترات في بعض المواقف، لكنها مواقف كثيره. الفرديه كانت غالبه على الاداء. الفرديه اللي انا اقصدها هو الاحتفاظ الزائد بالكره الى ان تفقد من رجليها، بالرغم من انه كانت تبقى فيه حلول. لانه النقطه الثالثه هو الحاله الهجوميه اللي استرعت وسيطرت على فرقه نادي الزمالك في اخر 10 دقائق. دي علامه استفهام كبيره جدا. يعني في الغالب انت الحاله الهجوميه الناجحه اللي من خلالها قدر يسجل وضيع فرصتين ثلاثه كمان قبليها. انت في نهايه المباراه وانت مغلوب 1-0 بيفترض انك يسيطر عليك نسبه من القلق تخليك تنكمش شويه. لا، هم تفوقوا على نفسهم في اخر 10 دقائق ربع ساعه، وبقى عندهم القدره ان هم لما يقطعوا يشكلوا يعني يهاجموا بخطوره، خطوره مؤثره، خطوره تخلق فرص للتسجيل من احداها قدر يسجل. طيب ده شغل مكلش، ده شغل مدير فني، ولا اللعيبه بقى ده كان احيانا الامور بتفلت زمامها من المدير الفني واللعيبه هي اللي بقى عندها الدفعيه للهجوم، واحيانا تانية المدرب بيبقى هيتجنن على الخط عايز الفرقه كلها تنقل لقدام وعايزه تهاجم واللعيبه خايفه ومخضوضه فتنكمش لورا. هو له دور في التغيير. حمودي حمودي ده دور ده دور المدرب، ده يعني دور مدير فني. لكن اتصور الحاله الهجوميه اللي سيطرت عليهم لما بيستحوذوا على الكوره دي من جوه الملعب، بالاضافه
للاندفاع الهجومي الزايد عن اللزوم، المساحات والفراغات اللي اتوجدت، لان خلي بالك الاستوبر بتاع فرقه الجزائر ساب مكانه في الفتره دي وطلع لعب فيرود، لانهم كانوا بيعتمدوا على الحاجات العاليه، فبقى في مساحات ساعدت لعيبه الزمالك على كده. لكن في النهايه ما فيش شك ان هي نتيجه يعني رائعه، مجمل الاداء يعني يسعد اي مصري مش اي زملكاوي. صحيح. لازم نبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق في دوري المجموعات، وان شاء الله نبارك بكره للاهلي كمان. ما هو ده الجزء الثاني بقى اللي انا لسه هسال حضرتك عليه، فرص النادي الاهلي وحظوظه مع يانج افريكانز ايه؟ لا فرص الاهلي يعني اعلى بكتير، يعني اعلى بكتير، هناك فوارق كبيره جدا سواء كانت على مستوى الافراد او على مستوى التيم. هناك فوارق في الخبرات، اعتقد انه يعني نتيجه كمان مباراه الذهاب يعني مبشره جدا. لا في عوامل كتير، الاهلي واخد دفعه معنويه كبيره جدا من خلال ادائه ونتائجه في الفتره الاخيره سواء كانت في الدوري او في بطوله افريقيا. فرقه النادي الاهلي تشعر باستقرار فني في ادائها بعد حاله من التذبذب. بعد حاله من التذبذب الحياه كانت طويله، في حاله ثبات موجوده يعني الى حد كبير مطمئنه، ودي خلق نوع من الثقه جوه الفرقه. بكره في سيناريوهات معينه ممكن حاجه تتخيلها في مباراه يانج افريكانز ولا لا؟ النادي الاهلي يهاجم بضراوه ويحصد فوز غالي او فوز كبير على يانج افريكانز؟ النادي الاهلي ما اعتقدش ان هو يعني حته ضراوه دي، يبقى احنا بنروح على حساب الشق الدفاعي. يهاجم باتزان. باتزان اي فرقه لازم تلعب باتزان، لازم لما الكره معاها تهاجم بشكل مؤثر وتتواجد بعدد مثمر في نص ملعب الخصم بتامين دفاعي منطقي ومعقول. وانا بهاجم لازم يبقى في ناس مامنه الهجمه، عشان انا مش في كل هجمه هجيب جون، ومش في كل هجمه الكره هتتقطع تطلع بره، ممكن تتقطع وانا بهاجم، يبقى في ناس تحتيه مامنه احتمالات القطع وتقدر تحييل الهجمه دي من اول وجديد مره تانية، او انها تمنع اي خطر عندي يعني. فلازم هيبقى في اتزان. كلمه ضراوه وبشراسه ويعني بلا فكر، لا دي العشوائيه اللي احنا بنتكلم عنها. طيب ايه رايك نشوف كده تشكيل متوقع للنادي الاهلي؟ حضرتك قول لي ده ممكن يبقى موجود ولا لا. أوكي. في مباراه الغد تعال نشوف مع حضراتكم مين يشكل مباراه النادي الاهلي. كنا بنتكلم على حراسه المرمى، فبنتكلم دايما على شريف اكرامي، وشريف في الفتره الاخيره كان ظهر بمستوى متميز جدا جدا، لا سيما المباراه الاخيره للنادي الاهلي في الدوري. شريف اكرامي في حراسه المرمى، حجازي ورامي ربيعه ناحيه اليمين، احمد فتحي ناحيه الشمال، صبري الرحيل، حسام غالي وحسام عاشور، رمضان عبد الله، سعيد مؤمن، زكريا، وعمرو جمال. هل بتشاركنا الراي دي ممكن تبقى تشكيله المتوقعه للنادي الاهلي يا كابتن طلعت، ولا لحضرتك ملاحظات او اختيارات؟ ماليش اي ملاحظه الا يعني في السترايكر عمرو. ايفونا فين؟ بنسبة كبيرة ايفونا مش هيبدأ. في بص ايفونا ما فيش خلاف على قدراته يعني، انما يعني اذا كان مش هيبدأ لسبب فني يبقى في علامة استفهام شوية. اذا كان مش هيبدأ كقرار تربوي لابد وان يحترم. السبب الفني الوحيد اللي يخليه ما يبدأش من وجهة نظري انا، وان كنت انا ما بحبش اتكلم عن التقييم اللاعبين داخل اي تيم، لان انا دايما بقول انه المدرب جوه الفرقه بيبقى شاف اكتر من اي حد. يعني تجيب مدرب يعني عفوا ماسك فرقه مثلا في الدرجه الرابعه، وتجيب واحد ماسك منتخب مصر، بتاع منتخب مصر ده ما ينفعش يقول بتاع فلان ده يلعب. لا انت مش في المطبخ، هو اللي عايش، هو اللي حاسس بنفس اللاعب، فهو اقدر على التقييم. لكن ايفونا انا شايف ان هو يعني بس عمرو في حاله كمان فنيه. بتقول لي في سبب وحيد فني ممكن يعني يبقى معذور الراجل ان هو ما يخلوش يشارك، هو انه مش ما شاركش في الفتره اللي فاتت بشكل اساسي، ولا انه ضيع فرص في المباراه اللي فاتت؟ لا بص، ضيع فرص دي فهو في حاجه الى دعم، العكس بقى يبتدي. اذا كنت انا عندي قناعه بيه كلاعب وانا جايبه برقم
وهو لاعب كويس محدش يختلف، كويس بس لعيب كويس مش هيطلع كل اللي عنده دلوقتي. يعني انا اتصور ايفونا على نهايه الموسم مع بدايه الموسم القادم، يبقى انتظر بقى اللي هو المنتظر يعني. انتظروا ب 80 90% من امكانياته وقدراته، هو النهارده ما وصلش ل 60%. سبب ايه من وجهه نظر حضرتك؟ في لعيبه بتاخد وقت على التاقلم والتعايش وان كنت برضو انا شايف ان النادي الاهلي بيخلق الحته دي بشكل يعني دي قدرات مهولة صعب انها تتوجد عند اي فرويد. يعني السرعه والتمويه والكنترول واني اتحط في موقف واحد في وسط ثلاثه وفي الاخر اعمل بليسنج في زاويه. لا يعني حاجه حلوه. طبعا لكن هو شخصيه ما اقدرش اقيمه. جون انتوي رايك فيه ايه؟ جون انتو كان معايا في تليفونات بني سويف. ياه. انا احنا اللي جاب مش انا يعني يعني تليفونات بني سويف هو اللي جاب انتوي. ده سنه كام ده؟ يعني من اربع مواسم خمس مواسم. يعني اربع مواسم. 2000 كام؟ 9 10 2009 2010 لا 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 11 12 كده. 11 12 طيب. جه علينا. يعني الوكيل جابه علينا. وفضل معايا شهر بس ولعب معايا كم من الماتشات الوديه وقلت هو هاتوه فعلا ما جابهوش. ما حصل مشكله في الورق. حصل مشكله والورق بتاعه كان شويه مش مريح لاداره تليفونات بني سويف. تسنين ولا ايه؟ لا ورق النادي اللي هو جاي منه. والمشكله دي ما زالت مستمره لحد النهارده، اللي هو موضوع دريم ده، نادي دريم الغاني ده بالظبط. فما قدرناش ناخده. لانه كان هيبقى فيه شبهه كده مش ظريفه يعني، فراح الاسماعيلي. والنادي الاهلي جاب لحد دلوقتي انا مش شايف ان هو استفاد منه ولا ده خالص. جون انطويه اللي كان في الاسماعيلي ده، هو في الاسماعيلي كان حاجه بعبع. ما دي بقى تقول لك انه يعني هناك لاعب ممكن يبدع ويتميز في مكان. لان الجو العام اللي حواليه مجموعه اللعيبه الجهاز تساعده على ان هو يظهر بصوره كويسه. يروح نادي تاني ما يفشل فشل ذريع. وهو فاشل لحد دلوقتي فشل ذريع يعني لحد دلوقتي ما اضافش. بلاش اقول فاشل، انما هو ما اضافش شيء للنادي الاهلي. بدليل انه في كثير من الماتشات بره السكور شيت، بره ال 18. لو كابتن طلعت يوسف عنده لعيب زي عماد متعب يلعبه ولا يخليه رقم اربعه بعد ايفونا وجون انتوي وعمرو جمال؟ بص، عماد متعب قيمه صعب جدا جدا ان انت يعني تقيمه دلوقتي. عماد متعب تاريخ. لكن يعني انا بقول الكلام ده يعني وانا مش مبسوط. انا دايما اقول للاعيبتي الكره لا تعترف بالتاريخ. صحيح. الكرة لا تعترف بالتاريخ. التاريخ اكسب موضوع. النادي الاهلي اكسب يعني بتروجيت من لاعب النادي الاهلي كسبناه النهارده. بعد خمس ايام بتلاعب فرقه تانية. هتعمل ايه في الملعب خلال ال 90 دقيقة قصاد الفرقة التانية دي عشان تحقق شيء كويس؟ ماتش النادي الاهلي اللي انت كسبته ده خلص بقى تاريخ. انت ممكن الفرقه الثانيه دي تبقى اقل من النادي الاهلي بكثير، لكن تنزل هي اكثر منك تركيز، اكثر منك رغبه، تقطعك. فبقى فوزك على النادي الاهلي ده ملوش معنى ولا قيمه. فوزك على ريال مدريد بقى تاريخ. فعماد تاريخ يعني صعب انه يتكرر. لكن الاستفاده منه في الوقت الحاضر جوه فرقه النادي الاهلي في ظل وجود عمرو وإيفونا تحديدا بلاش أنطوي. شوية بتحطه في رقم ثلاثة مثلا. هل بتشوف انه إيفونا ممكن يتم الاعتماد عليه شوية كشادو سترايكر بدل ما يكون سترايكر واضح صريح، بدل ما يكون مهاجم صريح؟ وانا اتصور ان ده مكانه الاصلي كمان. يتوظف. اتصور. طبعا. لأنه هو عنده من القوة والسرعة والتكنيك كنترول يعني انه وفي الوقت نفسه يعني اصل الشادو سترايكر ده هو الاخطر. لأنه هو الغير مراقب بنسبة كبيرة. السترايكر دايما بيبقى مان عليه وفي كمان كفرنج تحتيه. ف
وهو مطالب بان هو يبقى دايما من العمق. مين افضل انشادو ده تحرك اكتر، مين افضل مهاجم في مصر دلوقتي يا كابتن طلعت؟ افضل مهاجم. بص انا انا حابب قوي مروان، يعني اشعر انه يعني مجتهد جدا. انا بتكلم عن المصريين. ايوه اشعر انه مجتهد بصوره كبيره جدا جدا. من يعني حرفيه المهاجم دلوقتي، حرفيه الاسترايكر صعبه جدا في ظل الضغوط اللي بتبقى عليه. ايوه جدا يعني من اصعب المراكز، وهو مطالب في الوقت الحاضر في ظل الطرق الفرقة. انه يبقى يعني وهو تحت الضغط ده انه يبقى كنترولر مسيطر وموزع. انت عارف انه انا دايما اقول للي بيلعب في الحته دي، كان زمان وقت ما انا كنت بلعب، يعني طبعا كان في كابتن شحتة الاسكندراني هو البلاي ميكر، كان زمان يقول لك في بلاي، النهارده مش عارف اسمها بلاي ميكر الى حد كبير يعني مفتقده يعني. فانا بقول انه اللي بيلعب الفرقه دلوقتي هو الاسترايكر، لان هو اللي بيستلم ويحط ويطلع الناس وبعدين يلف ويروح. لو ما فيش استرايكر عنده القدره ان هو يستلم تحت ضغط ويطلع الناس في توقيت مناسب، فاعتقد انه سيكون هناك قصور هجومي في اي فرقه يعني. مروان عنده دي شويه يعني، عنده القدره. مروان عنده القدره دي من وجهه نظر حضرتك. طيب عايز اتكلم مع حضرتك كده، انا الوقت عمال بيجري، عايز اتكلم على منتخبنا الوطني. بنسبه قد ايه شايف منتخب مصر ناجح كاستراتيجيه وكشكل وكاريزما؟ بص هو فيما يخص ناجح، فهو بالارقام بتقول ان هو يعني ناجح بوصوله بنسبه 95% لتصفيات الامم، وهو هدف من ضمن الاهداف. يعني هو عنده هدفين، تصفيات الامم والوصول لنهائيات كاس العالم، اتحقق بنسبه 95% تقريبا. فهو لحد النهارده هو ناجح في تحقيق اهدافه، ولكن شكل ادائه في الفتره الاخيره وتحديدا في مباراه نيجيريا الاخيره عند كثير من الناس غير مقنع، غير مقنع، غير مقنع، خصوصا وانه غلب عليه، مش عايز اقول الاداء الدفاعي، انما التمركز الدفاعي في نص ملعبنا في مساحات زمنيه طويله جدا كثيره جدا على مدار ال 90 دقيقه. احنا بنتكلم دايما عن استراتيجيه مختلفه للفريق اللي ما يبقاش فيه عناصر موهوبه مع منتخب بقى كبير في كل الاسماء، فنغير الاستراتيجيه بتاعتنا، مظبوط كده؟ بالظبط بالظبط. ويعني انا شايف انه يعني بص انا اوقات اعذره يعني من حجم القلق اللي هو كان فيه، ولكن يعني فرقه في حجم وقدرات لاعبي منتخب مصر، يعني اتصور انه بيفترض ان يكون عندها الاتزان ما بين حالات الدفاع والهجوم المنطقي والمعقول. هذا الاتزان ما كانش موجود. يعني في مباراه نيجيريا الاتزان يعني التمركز الدفاعي كان غالب على الاداء، لكن هو في النهايه انت ليك ايه؟ ان انا اوصل نتيجة، فهو وصل. مش منتظر بقى خلاص احنا وصلنا، مش منتظر فيما هو قادم بعد الوصول او اثناء التصفيات اثناء الـ النهائيات ان انا ادي بالاسلوب ده. طيب هسأل حضرتك سؤال جوهري جدا كابتن طلعت يوسف، انت مديرا فنيا ناجحا بكل ما تحمله الكلمه من معنى في الانديه اللي حضرتك بتبقى موجود فيها، سؤالي هل ترتضي ان يتم التعامل مع كل مباراه او يتم التعامل مع كل سيزون او باي شكل من الاشكال، كل بطوله، كل بطوله بيتم التعامل مع تحليل الاداء ولا تحليل النتيجه؟ يعني حضرتك تحب تطلع تتفرج على استوديو تحليلي وانت مدير فني، فتتفرج على الاستوديو التحليلي حضرتك كسبان 2-0، كسبان 2-0، كسبان فرقه من الفرق المحترمه في الدوري، فتلاقي محلل فني يقول لا فرقه بتروجيت النهارده ما كانتش كويسه، لما نحلل ادائها ما راحتش غير بكورتين والكورتين جابت جون، النتيجه ايجابيه ولكن الاداء غير مطمئن. تحب تسمع ده ولا تحب تسمع واحد تاني يقول لا بتروجيت النهارده وصل للنتيجه المطلوبه، كسب وعمل اداء رائع واداء متميز وفاز 2-0؟ ده احب اسمع الاثنين، احب اسمع ان انا انه فرقه بتروجيت ادت بشكل جيد ومتميز ومن خلال هذا الاداء كسبت. في واحد قيم ادائك وفي تاني
قيم نتيجة. انه يقول ان احنا وصلنا للنتيجة الايجابية لكن الاداء كان ما كانش كويس. بالظبط كده. وفي واحد تاني بيقيم نتيجة، بتروجيت اعظم فرقة النهاردة كسبت 2-0، قيم نتيجة بس. لا يعني انا افضل انه ان يكون هناك انا كمدرب بقيم اداء فرقتي قبل النتيجة. تمام. هديك مثال. ماشي اتفضل. في مباراة المقاولين اللي احنا تعادلنا فيها 2-2، احنا طلعنا الشوط الاول 2-0، احنا متقدمين. ايوه. انا في العاده ما بين الشوطين ما بحب ابقى هادي عشان المعلومه توصل للولاد بشكل مقنع. ماشي. يمكن او من المرات القليله جدا اللي دخلت ما بين الشوطين واحنا متقدمين 2-0 انفعلت عليهم انفعال يعني غير طبيعي. ليه؟ لان انا حللت الاداء. انا حللت ادائنا في الشوط الاول انه غير مرضي، غير مرضي بالرغم من تقدمنا انا وانا مدرب الفرقه. كويس قوي، كويس قوي. فدخلت بين الشوطين قلت احنا وحشين في 1 و2 و3 و4، والموقف ده لو فضل كده في الشوط الثاني الدنيا هتروح في اتجاه مش كويس. وقد كان قدام حضرتك المباراه. وبالتالي يعني انا في المقام الاول، لان الاداء هو في النهايه، انا كمدرب انا عندي قناعه انه الاداء هو اللي هيجيب النتيجه. اذا ما جابهاش في هذه المباراه على مدار 4 5 مباريات بعد كده هو اللي هيجيب النتيجه. انما لو كسبنا من غير اداء مقنع ومن غير استراتيجيه، من غير شخصيه في الاداء، انا ضامن استمراريتها، فهتبقى خلاص هي كده واحده وخلاص. طيب انا 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 بشكرك على اتساقك مع ذاتك واتساقك مع الكلام اللي انت قلته. ليه؟ لان انا سالت حضرتك السؤال ده قبليها واحنا بنتناقش على منتخب مصر، حضرتك قلت لي كده باللفظ، الاداء يقلق ولكن النتيجه تم مقنع. ولما سالت حضرتك عن فلسفتك حتى انت كمان مع فرقتك فكانت اجابتك واحده، ودي حقيقه دايما انا بحب يعني مش هقول لك تنكش بحب افهم، يعني بحب افهم هل الاستراتيجيه واحده، هل المقعد يختلف مقعد المدرب عن المقعد اللي موجود فيه الاستوديو التحليلي. انا لا طول الوقت طول الأداء. الوقت انا بحب اتعلم، انا صريح. بس عايز اكون صريح، نقطه في نقطه صدق. مهمه في الجزئيه صدق. دي يعني انا قلت انه كوبر نجح وهو مطالب بالنجاح في تحقيق الهدف، هو نجح في تحقيق هدفه. وقلت انه ممكن الماتش الجاي يعني يلعب بنفس الاسلوب عشان يتخطى مرحلة التصفيات ويوصل للنهائيات. لكن لما اوصل للنهائيات مش هيقدر يلعب بالاسلوب ده، مش هيقدر يلعب بجانب واحد من اللعبة وهو صحيح. الجانب الدفاعي وهو انه يتمركز في نص، الا اذا كان ده منهجه، الا اذا كان ده يعني قرايته القدرات فرقته مقارنة بالخصم. انا ما اقدرش افتح الجيم وبالتالي هلعب وانا بلعب قصاد سين وصاد لان هم افضل مني في السرعات و انا هقف تحت واروح بكونتر اتاك اخلص وارجع تاني اقف تحت. خلاص يحترم، يحترم، لازم يحترم لان هو الاقدر على تقييم الفرقه. هاخد فاصل وبعد الفاصل بقى فقره الصور والفيديوهات والاسئله الصعبه اللي فات ده كله. لا خلاص هياخد لنا وقت قليل. فاصل ونكمل. يلا.